Bonjour les étudiants, j'espère que vous allez bien. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اون بريف كالعاده غادي نهضر فيه على المنحه بالنسبه للناس اللي ديجا قراو في التكوين المهني لو اس تي بي تي اس كالعاده بغاو يديروا ليسونس بروفيسيونيل. كيتسولوا على المنحه، الا كنتي كتستافد من المنحه ديجا كنتي دافع الدوسي ديالك فاش الله خديتي البكالوريا، راه عندك الحق تستافد من المنحه الجامعيه الا تقبلتي في الاجازه المهنيه ولا الا تقبلتي في الماستر سبيسياليزي في الدوله. عندك الحق انك تاخذ المنحه ديالك. دونك الناس اللي كيسولوا على هذا لو سوجي راه عندك الحق، غير اكونديسيون انك تكون ديجا دافع الدوسي ديالك فاش الله خديتي الباك وتكون ديجا استفدتي منها. الا ما كنتيش كتستافد منها الاعوام اللي فاتوا راه سي تري ديفيسيل انك تستافد منها، ماشي مستحيل، كاينه واحد لا بروسيدير كتبعها باش تولي تستافد، ولكن شويه قاسحه. دونك كنتي كتستافد شحال هادي راه عندك الحق تستافد في حالات تقبلتي. دونك بون كوراج ليكم، الله يسر الامور، و الا كان شي كيسيون خليو لي في لي كومونتير. سيل فو بلي، واحد القضيه نسيت ما دويتش عليها، الناس اللي فاش يلا خداو البكالوريا ديالهم ومشاو لافاك داروا ليسونس فوندامونتال وكانوا كيشدوا المنحه من بعد، مثلا ديك 3 ans وخداو لا ليسونس ديالهم جاو داروا التكوين المهني، يعني داروا تكنيسيان سبيسياليزي، ودابا بغاو يكملوا ليسونس بروفيسيونيل. هاد الناس اللي كيسولوا واش يمكن ليهم يشدوا المنحه، لا مالوغوزمون ما يمكنش تشد المنحه لحقاش خديتيها في ديك البيريود ديال لافاك، غادي تشدها في واحد لوكا الا درتي ماستر. دونك انت تحسب هاد ديك المنحه ديال ديك 3 ans ديال اللي خديتي فيها ليسونس فوندامونتال، يعني صافي ساليتي ديك البيريود ديالك، غادي تستافد منها الا درتي ماستر سبيسياليزي في ليطا. دونك هاد لا كاتيجوري ديال الناس ما غاديش تستافد مالوغوزمون. اللي غادي يستافدو هما الناس اللي فاش يلاه خداو البكالوريا ديالهم ومشاو قراو باك بليس دو من بين دوك من بين دوك لي زيكول اللي ذكرت، سواء لو اس تي وسواء البي تي اس سواء تكوين مهني الى اخره. دونك بون كوراج ليكم، الا كان شي كيسيون خليو لي في لي كومونتير لتحت والله يسر الامور.